فكرت الغدا رح يكون حجة منيحة لتقضوا وقت مع بعض، بس أكشي أخذ أفني معه عن قصد. أنا متضايقة كتير لأنه أكشي معارض ارتباطكن مع بعض راج، ماني عم بقدر صدق إنه هو نفس الشخص يلي حبيته من زمان. مو هيك أربيتا، هو بس المهم هلأ شيلنا من هالسيرة وفكر بشي طريقة كرمال تقنع الكل لحتى تكونوا مع بعض. هذا رح يكون أكبر تحدي إلي يا أربيتا، رح حاول أعمل كل شي بقدر عليه. راج تعال على المطعم بسرعة، في شباب سيئين هون عم يضايقوني كتير. تعال. شو؟ كيف بيسترجوا؟ شو في راج؟ لوين رايح؟ أفني بعتت لي رسالة، في شباب عم يضايقوها هنيك وما راح أتركهم يفلتوا مني. شو القصة؟ أربيتا مرت عمي راج طلع معصب منه. إيه وصلته رسالة من أفني، في عالم عم يتضايقها بالمطعم اللي قاعدين فيه. يا عمي خلينا نروح. يلا 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 غيري رأيك وتعي لعنا، رح نتسلى كتير. مثل ما عم يقلك رح نتسلى. أفني 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 لوين رايحة؟ أفني أنتو جنيتوا شي؟ أفني كيف بتسترجوا تعملوا هيك؟ ما عندكن ذوق أبدا يعني؟ ليش ما أنتي بتعلمينا الذوق؟ انت قاعد هون لك، انت اخوها الكبير لابني وهنن عم يضايقوها. معقول كانوا عم يضايقوها بس انت ما عملت شي؟ قاعد عم تتفرج لك انت الشبك، ليش ضليت قاعد؟ ليش ما وقفتن عند حدن؟ ابني ربطت خيط الاخوه بايدك، كان لازم تحميها وتدافع عنها. راج